بيكم. هنعمل مع بعض النهاردة البانيه المشوي لمتبعين الرجيم. هنستخدم زيت زيتون، هنحط معلقة واحدة بس هندهن بيها طاسة تيفال زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وحوالي 3 معالق مبشورة من البصل والفلفل الرومي عشان تدينا النكهة، مش هنزود البصل طبعا عشان خاطر الرجيم. حوالي 250 جرام من 250 جرام من 300 جرام بس من صدور الدجاج البانيه. طبعا دي هتكون وجبة غدا لمتبعين الرجيم. هنقلبها في زيت الزيتون والبصل والفلفل الرومي بالشكل ده على البوتاجاز، يعني تشويحة بسيطة. هنستخدم ملح دكتور صول، بيكون غني بالصوديوم والبوتاسيوم، طبعا ده شيء مهم جدا بالنسبة لمتبعين الرجيم والحمية الغذائية. هنحط حوالي طبعا معلقة صغيرة، هنحط نص معلقة صغيرة من القرفة، بتدينا نكهة هايلة جدا جدا في البانيه المشوي. هنقلب مع البصل ومع القرفة ومع الفلفل الرومي يعني حوالي 5 دقايق كده، مش هنطول عن كده. ادنا فيه على طول طبعا معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، يا دوبك البانيه بتاعي بدأ لونه يغير. هحط حوالي معلقتين من المية بس وانا شغالة كده حوالي 5 دقايق. هحط البانيه بتاعي في صينية وعلى الوش هدهن بمعلقة من الكاتشب، مش هزود طبعا عشان خاطر الرجيم، هو يا دوبك عشان تديله نكهة وكمان عشان يكون لونه احمر محمر كده معايا ايه وجميل. هندخله الفرن، انا هشغل الشواية مش هشغل الفرن، مش هياخد معاك 10 دقايق في السوا. ممكن تحطيه على الجريل يعني زي ما انت عايزة على حسب المتوفر عندك. انا دخلته الشواية ما خدش بالظبط 5 دقايق، يعني كل البانيه المشوي وقت الطهي بتاعه ما خدش معايا اكتر من ربع ساعة. بقى طعمه جميل وسعراته الحرارية منخفضة مش عالية. هيتاكل طبعا جنبه اي نوع من السلطات او المقبلات الخاصة بمتبعين الحمية الغذائية. بس كده الوصفة بتاعتنا النهاردة سهلة وبسيطة، واتمنى تكون عجبتكم وعجبت عشاق الرجيم ومتبعين الرجيم.